الورد والمحبة على مشاهدي بيت للكل. أهلا وسهلا فيكم في هاي الحلقة اللي خصصناها لنوقف عند محطات مميزة من بيت للكل بمناسبة نهاية عام 2021 اللي اجتمعنا فيها على المحبة والوفاء والإخاء في برنامجنا العربي المشترك وبيتنا بيت للكل. يسعد هالمساء. يسعد مساء. شو أخبارك يا حازم؟ شافكي واحمد الجميع وانتم طيبين اكيد. بنقول للجميع كل عام والجميع بألف خير وان شاء الله يا رب سنه مليئه بالخير والبركه على الجميع يا رب والسلام. عم بتذكر يمكن كنا نحكي قبل الهوا انه اول حلقه كانت اول يوم برمضان بنسجل حلقه وقديش قعدنا ساعه واحنا نسجل والسحور هون ثاني يوم فكانت اجواء حلوه جدا. اقول لكم خلينا نمسي عن بيك يا حازم زي ما بتقول كانت صعبه. احنا كمان اول مره كنا يعني التقينا قبلها بيوم صحيح يعني وبعدين ده كان اول مره بقى نشتغل مع بعض فعليا يعني بس كان يعني تجربه موفقه ومليانه بالحب واللي خلانا نستمر طوال هذا العام هي المحبه والحاله الاخويه والاسره اللي جمعتنا. طبعا انا اخر من ضمن الكادركم بس سعيد جدا حقيقه. أجواء مختلفة عن ما واحد يشتغل في بلده ويلتقي بفلسطين ياسمين وحازم وشافكي من مصر. حقيقة استمتعت جدا. واحد يكتسب كثير من الأشياء اللي يمكن ما يعرفها. كل بلد مثل ما يقولون إحنا ما كادرة بشعابها. سبت كثير من الأشياء والإنسان في طور التعلم. من اللهجة بقى. اللهجة يعني هذه الأشياء. اللهجة بقت بينا مفهومة طبعا. شاكو ماكو يعني. حتى تقولون بلا قوليها شاكو ماكو. شاكو ماكو. شاكو ماكو. يعني بمعنى شو بي ما بي. هي قالت شكوى كويسه الامور الحمد لله كويسه كويسه الامور. طيب خلينا بس احنا نحن ما حسيت لانه كان حازم بس يتكلم عن المشروع صحيح. يعني يمكن احنا نحكي انه هذا المشروع قديش احنا فخورين انه نحن جزء من هذا المشروع صحيح. اللي بلش من خلال هذا البيت ونوا ويمكن بدي اوجه تحيه لكل شخص ساهم في نجاح هذا العمل العربي المميز ان كان من الاردن من العراق من مصر فلسطين. ففخور انه نكون كنا يد واحد وان شاء الله بكبر اكثر واكثر ونمضي يعني. اكثر لرساله عربيه تصل للعالميه ان شاء الله اكيد يعني. انا باكد على كلام حازم كمان واقول لكم كمان حاجه. البرنامج ده كان حلم يعني حلم. احنا كلنا اول مره نشتغل مع بعض بس اكد على حاجات كتير. اكد ان احنا بيهمنا اكتر شعوبنا يعني اهلنا في العراق اهلنا في مصر اهلنا في فلسطين في الاردن. زي ما العلامات الدول بتلف كده حوالينا انا شخصيا وانا بتكلم دايما في البرنامج يا احمد لما بلاقي قدامي الهرم او بعد قلعه قدس بابل بيترا يعني انا كنت بتخض في الاول انه هذه الرموز العربية الكبيرة اللي سعى ليها زعماء دول الأربعة طول الوقت في قمم عربية في مشروع صح. تكامل فحاسة إن إحنا نواة صغيرة جنب هذا المشروع الكبير يعني إحنا صح. كنا اختراق جميل في العالم العربي يعني بهاي الحالة من الوحدة والجمال. بعدين يمكن لما شفنا ردود الفعل الجميلة من الناس راح نحكي أكثر وأكثر عنها من خلال حلقتنا اليوم ويمكن راح نشوف كثير من الحلقات واللقطات والتقارير والفقرات اللي يمكن لها بصمة عبر مسيرة هذا البرنامج ويمكن من خلال أيضا العديد من الضيوف اللي كانوا معنا بكافة القطاعات ويعني بنوجه لهم تحية وإن شاء الله أيضا زي ما كنا معكم بسنة 2021 نكون معكم أيضا في سنة 2022 وننحاز لكل ما هو جميل وبصمات لها بصمة رائعة خلينا نحكي في خدمة بلادنا ووطننا العربي وإن شاء الله توصل دائما للعالم أكيد. وخلينا أقول للناس كده هنحاول نقول لكم شوية كواليس يعني شوية كواليس إنسانية بتحصل كتير قوي بينا بس أجمل ما أقدر أقوله لكل الشعوب اللي بتتفرج علينا بجد إحنا شعوب بنحب بعض وأعتقد إحنا نواة يعني ممثلين عن شعوبنا قد إيه في أخوة ما بيننا بنحب بعض الكرافتيتو مش عارفين بقى القلقانين اللي متضايق اللي تعبان ولا إيه أهم شيء طبعا هاي المواقف التعبانة أنا مريت بالمرض يعني شافتي قالت لا شلون ونزلت وياها على الصيدلية حتى تشوف العلاج تثبتنا في مصر ما ينفعش أسيبك أصلا حقيقة هذه الألفة والمحبة اللي موجودة بيناتنا راح تنعكس على شعوبنا صحيح. يمكن خير سفراء لبلداننا راح نكون انا احكي عن مصر واحكي عن الاردن واحكي عن فلسطين
لان شفت فلسطين مثلا بعيون ياسمين، والاردن من زرناها. صحيح. حقيقه الشيء الوحيد المحزن هو عدم زياره فلسطين. ان شاء الله بالنسبه لك يا الاردن حقيقه اللي استقبلونا بكل حب، وهذا الطابع العربي العشائري الكرم لا والدلع بتاع حازم بقى. وحازم هنتكلم على كل ده لانه الدلع كان في كل بلد الحقيقه. طبعا بالمناسبه نوجه تحيه لزميلتنا كاتي فراج، كمان شرفونا هنا زملاء وزميلات انضموا في بعض الحلقات كانوا منورينا. بنسلم على الزميل العزيز من العراق احمد الحسني، وكمان بنسلم على الزميله العزيزه من فلسطين ضحى الشامي، وبنسلم كمان على الزميله العزيزه لميس من العراق. معانا كمان زميلتنا العزيزه اللي موجوده بالفعل معانا في حلقات بيت للكل، وبتشوفوها في حلقات كتيره، وقدمت الحقيقه حاجات جميله جدا، وهي زميله عزيزه على الكل الحقيقه. كافي موجوده دلوقتي في الاردن لانها كمان تحتفل باعيادها. كل سنه وانت طيبه يا كافي، وتعالوا نشوف كافي هتقول لنا ايه وهي في الاردن. خلينا نسلم عليها ونشوف سلامها لينا وكلامها. انا اشتقت لكم كثير. 2021 كان فيها كثير من الأحداث اللي صارت مع كل الأشخاص، في أشياء حلوة وأشياء مش كثير كانت حلوة، ولكن صدقوني أنا بيت للكل كان من الأشياء الحلوة اللي حصلت لي بحياتي. هذا البرنامج اللي هو حلم لكل مذيع عربي. بتمنى لكم سنة حلوة عليكم كلكم، اشتقت لكم كثير، وإن شاء الله يا ربي سنة 22 تكون سنة حلوة علينا كلنا كعرب. من نشمية العواصم عمان إلى القاهرة بترككم بحب. مشروعنا أو حلمنا العربي وبيتنا العربي المشترك بلش في إبريل، وكان من أول اللقاءات المميزة للفنان الكبير أحمد عز في رمضان، وكان من اللقاءات اللي دعمت فيها بيت للكل، لأنه نادراً ما كان يظهر في أي لقاء تلفزيوني. صحيح. وكان وجوده لدعم الفكرة ولمحبته لهالوجود العربي الجميل. لا وجيه الساعة 3 الظهر صيام رمضان، حازم كان عنده طيارة، يعني الفكرة كويسة قوي. كلنا صحيح. وأنا وحازم طلعنا بس في المقدمة متذكر؟ أنتوا الاثنين في المقدمة فعلاً يعني، بس بجد كان مجهد لان احنا خلصنا اليوم وبعدين ادن المغرب، يعني كان الافطار يعني. احنا على 6 لا اول يعني يمكن بدايات البرنامج سحور. كان يعني بشهر رمضان، وكان في هناك اعمال دراميه كانت يمكن عم تاخذ بصمه مهمه وتوصل رساله من خلال الفضائيات وايضا التلفزيونات اللي عم انبث عليها هاي الاعمال. ويمكن كان في ايضا استضافة للنجم العربي الأردني إياد نصار، كان له دور اللي هو صحيح. كان نجم الاختيار 2، وكان في رسائل مهمة أيضا من خلال هاي الأعمال الدرامية، فيمكن أخذ البرنامج صدى كمان مهم ومضى بعديها بالكواليس. حازم هاي الكواليس ما أدري بها الحقيقة. أيوة دي كواليس دي صحيح. فكان يمكن زميلي أحمد الحسني وزميل تلاميذ طبعا كل التحايا والتقدير لهم، وكان كمان زميلتنا ضحى الشامي في هاي الحلقة. طبعا تحياتنا لكلهم شاركوا بالبرنامج، كل التحية والتقدير على كل ما قدموا. أنا بعدين التحقت بكم لإكمال مسيرة بيت الكل. هاي الكواليس أنا ما حاضرها، شايفها بس بالتلفزيون، ما أعرف الصالح تعرفش إيه اللي كان حاصل. صرت مشاهد مو مقدم. طيب أنا هحكي لك شوية ومشاهدين برضو يفتكروا. كانت أول حلقة رمضان، وكمان كنا بنتكلم مع النجم الكبير والجميل أحمد عز، وطبعا كان ده بداية كمان إذاعة المسلسل. طبعا المسلسل اجتمعوا عليه، يعني الحقيقة كان مسلسل مهم جدا لأنه بيتكلم عن يعني واقع عشناه كلنا، وكان مسلسل هجمة مرتدة، وطبعا مسلسل اختيار 2، الاثنين الحقيقة كانوا عاملين شدة كبيرة. صحيح. جدا في أول رمضان كان جميلة جدا. إذا كمان الموضوع إذا إحنا ممكن نحكي عنه لأنه ركزنا عليه في أكثر من حلقة، حتى لو استضفنا الفنان خالد الصاوي، وهو موضوع الإرهاب. إنه إحنا ما بعنينا شو الدين اللي أنت بتتبعه. صح. إحنا بعنينا كيف ممكن تستخدم هذا الدين، بتحب أو تكره، تبني أو تهدم، وهذا هو الأساس في بيت للكل. صح. حقيقة اللي شفته أنا من خلال البرنامج، الرسالة الأهم قبل ما أكون يعني أتواصل ويا أسرة البرنامج وأكون أحد يعني المشتركين بهذا البرنامج، تابع من التلفزيون شفت الضيوف كلهم، مرات أشوف شيء وألاحظه مهم، بأن هو كل فنان وكل إعلامي وكل مثقف هو واجهة البلد حقيقة، هو اللي يعكس صورة البلد، هو اللي يوحد حتى الشعب مرات في أزمات سياسية ممكن تمر، خلافات بين البلدان تصير. السياسة هي مجال الاختلاف ومجال الاتفاق في بعض الأحيان، لكن الشعوب نهائيا ما اختلفت، الشعوب واحدة متوحدة، كان الفنان والرياضي هو اللي واحد الشعوب. يعني ممكن احنا مرينا بأزمات، كان المنتخب الوطني
مثل ما منتخب الأردن ومنتخب فلسطين ومنتخب مصر يوحد الشعب في أزمات تمر بها البلاد. فدائما عيننا تكون على المثقف وعلى الفنان. حقيقة البرنامج كان جدير بثقة الشارع العراقي باختيار النماذج الحقيقية اللي متفق عليها بأن هو صاحب رسالة حقيقية. انت بتحكي لنا على الكواليس بقى احنا ما نعرفهاش برضه. انا هاي اشوف كواليس من عموما هي الاعمال الدرامية بالذات اللي بتتذاع في رمضان نسبة مشاهدة عالية، بتتذاع على اكتر محطة عربية، فلما انت بتقدم حاجة زي هجمة مرتدة او اختيار اتنين وفيها الحس الوطني اعتقد بنبقى محتاجين الجرعة دي كمان تبقى موجودة. صحيح. يعني يمكن بالاضافة للنجوم اللي حكينا عنهم كانوا موجودين معنا، راح يعني كان معنا إلهام شاهين، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، النضال الشافعي، وأيضا نخبة من النجوم اللي كانوا معنا من خلال التقارير ومن خلال أيضا الفيديوهات اللي كانت موجودة معنا من خلال حلقات البرنامج عبر طبعا العام 2021، وإن شاء الله تستمر المسيرة أيضا بالعديد من القصص والنجاحات والنجوم والأبطال في كافة القطاعات من خلال 2022. طبعا حازم مثل ما ذكرت، بما أنه ذكرت أنت المواقف والنجوم والضيوف، أكيد كل ضيف كانت له جملة ولازمة وياه مرافقته، مثل ما احنا عندنا لوازم. قالت لي شافي خلنا نحكي بالعراقي. قولوا اي مرات ياسمين تقول زاكية هاي الأشياء عندي طيبة أو طعمة أو كذا، فهذه الأشياء اللي تعلمنا. خلنا نشاهد نجومنا اللي جو ضيوف في برنامج بيت للكل، شنو تركونا من مفردات بقت عالقة في ذاكرتنا ذاكرة المشاهد، وبعدها نكون متواصلين. احنا زمان لما كنا بنيجي نقول على العمل الفني بنقول والآن مع المسلسل العربي، صح والآن مع الفيلم العربي، صح. ما كناش بنقول الفيلم المصري أو المسلسل المصري، صحيح. انا نفسي ده اللي يتم. دي حاجة. الحاجة التانية، انا فخور اصلا ان انا موجود في اول حلقة فيها التجمع ده، ان انا اتشاف في بلدي واتشاف في فلسطين العزيزة. يعني ربنا يوعدنا بالزيارة يا رب إن شاء الله، واتمناها اتمناها يعني. سعيد ان انا ابقى هتشاف في الاردن، البلد اللي انا صورت فيها اللي شالونا من على الارض لما كنا هناك، والعراق نفس الكلام، البلد الشقيق الكبير جدا جدا اللي نتمنى له السلام ونتمنى نروح نصور اعمالنا هناك. بما ان احنا فتحنا الموضوع العربي، البيت العربي خلينا نسميه البيت العربي يعني. وده شيء المفروض انه من الثوابت. احنا المشكله ان احنا جينا في وقت من الاوقات كلمه ثوابت بالنسبه لنا بقت مش ما فيهاش ثوابت هي نفسها. عندي مثال بسيط بس واضح على مدار التاريخ مثلا المعاصر واللي احنا كلنا شفناه وعشناه. دوله يتم محاوله ابتلاعها بالكامل وابتلاع ثقافتها، فلسطين. هل كان يمكن في بلاد اخرى حوالينا أن يستمر هذا الصوت اللي بيقول فلسطين فلسطين مش هنستسلم، فلسطين موجود، لولا حاجتين مهمين قوي. واحد منهم طبعا ان هو شعب بطل اكيد يعني اللي بيدافع وبيواجه طول الوقت ومصر ومش متراجع. الحاجة التانية المحيط العربي، لانه هل يمكن انكار المجهودات والدعم اللي جاي من مصر او سوريا او الاردن او لبنان او السعودية او الكويت، او هل يمكن ده؟ شرف عظيم اني اطلب حتى ولو لمشهد مسلسل مهم زي مسلسل الاختيار، مسلسل عظيم كان الجزء الاول او الثاني. انا كنت سعيد جدا وكاني اول مره امثل في حياتي وانا رايح اعمل هما كانوا مشهدين بس ضمهم في بعض. كنت سعيد جدا سعاده بجد يعني، كمان اني لما السكريبت جالي في اللوكيشن عشان احفظ وانا داخل، اتأثرت جدا بالكلام اللي كان على الزعيم السادات رحمه الله عليه. الاعمال الوطنيه اللي بتتعرض بتمس كل مواطن عربي، يعني مش بتمس مصر بس. يعني احنا في الاختيار او في هجمه مرتده بنشرح المؤامره اللي تمت من اهل الشر على كل الاقطار العربيه، ومحاوله يعني سقوط أنظمة ودول وشعوب العربية لمصالح ناس إحنا مسمينهم في مصر هنا أهل الشر. فكان لازم رصد هذه الفكرة وعرضها للناس، وأعتقد أن ده من وظائف الفنان الأساسية، وهي فكرة زيادة الوعي عند المجتمع بتاعه واللي بيتفرج عليه. القضية الفلسطينية إحنا يعني من وإحنا صغيرين جداً كلنا تربينا على أن ده هدف أساسي في حياتنا، وإن لابد إن إحنا نوصل لحل القضية الفلسطينية،
وان كل التعاطف الكبير جدا مننا كلنا مع الشعب الفلسطيني. ومش قادره اقول لك انا اتاثرت قد ايه لما اتكرمت من مؤسسه سيده الارض في فلسطين كسفيره ليها. يعني كان شرف كبير ليا بجد واثر فيا تماما، واتمنى ان انا اشارك في عمل مصري فلسطيني فعلا. انا شفت افلام طبعا كتير، شفت افلام فلسطينيه كتير، وفلسطين الحقيقه يعني بتبقى موجوده بقوه في مهرجانات كبيره في العالم، في افلام مهمه جدا وفي مخرجين اقوياء جدا وفنانين اقوياء. اتمنى ان انا اشارك في فيلم مصري فلسطيني يعبر عن رايي ده، يعني ما يبقاش رايي بس ان انا بقوله في الصحافه وفي الاعلام. انا اتولدت في السعوديه في الرياض من اصول فلسطينيه، عشت في الاردن وتحركت لمصر. فيش لحظه في اي مكان كنت موجود فيه حسيت بغربه. ده احساس كل عربي بيتحرك في العالم العربي، ده احساس كل شاب عربي بيتحرك. بتكلم مصري، بحكي اردني، بحكي شامي، بحكي عراقي، بحكي اي شيء. انا موجود في مكاني بين اهلي. ال- 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 الشاب العربي، انتمائك في ارضك، حبك لبلدك حقيقي، وحبك لامتدادك. انت اردني عمقك القاهرة، انت سوري عمقك القدس، عمقك تونس، عمقك المغرب، انت عمقك ممتد في كل مكان. الاي في مصر بتوجعك حتى لو كنت في 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 العراق، والاي في العراق بتوجعك وانت في المغرب. وجعنا واحد وهمنا واحد وفرحنا واحد، نفرح لبعض، نزعل لبعض، بنحب بعض، وما ننسى انه عدونا واحد. مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم من جديد، واكيد احنا صوره لكواليس كبيره ومميزه لاشخاص تابعونا كلمه بكلمه وصوره بصوره لنطلع بابهى حله لمشاهدينا في الوطن العربي. هل استطاع البرنامج انه يوصل للشارع العربي؟ نتابع راي مدير القناه العراقيه العامه نوفل عبد دهش، وهل استطاع بيت للكل ان يدق منازل المواطنين العرب؟ خلينا نتابع. برنامج بيت الكل هو أول إنتاج تلفزيوني برنامج عربي بين العراق ومصر والأردن وفلسطين. وجود مثل هذا البرنامج في هذه المرحلة يعتبر نوع من التحدي، كون هذا البرنامج ظهر في ظل غياب الإنتاج البرامجي العربي المشترك لأسباب كثيرة وعوامل سياسية وتكنولوجية. وجود مثل هذا البرنامج في هذه المرحلة له دلالات إيجابية ومعاني كثيرة. أولاً، أن هذا البرنامج يهيئ إلى بيئة نافعة تعبر حدود الجانب الإعلامي وتفتح أفق التعاون ما بين تلك الدول على أوسع المجالات. كذلك وجود هذا البرنامج يعطي طاقة إيجابية للشباب العربي، كون أن هذا البرنامج يتناول القضايا العربية المشتركة العامة والخاصة بين تلك الدول. كذلك وجود هذا البرنامج هو نوع من تبادل الخبرات والتعاون المشترك في المجال الإعلامي، كون أن التعاون في هذا المجال بين القنوات الرسمية يعطي دلالة وانطباع إلى التقارب بين تلك الدول. عرض هذا البرنامج على تلفزيون العراقي وبقية التلفزيونات في وقت واحد ومحدد يعطي رسالة إعلامية إيجابية إلى جميع الشباب العربي. وجود هذا العرض على شاشة العراقية تحديداً يولد انطباع إيجابي لدى المشاهد العراقي، كون أن العالم العربي ينظر إلى القضايا التي تخص المواطن العراقي ويرى الشوارع والأزقة التي يعيش فيها على الشاشات العربية. معنى هذا أن الإعلام العربي يحمل الهم العراقي. هذا البرنامج وجوده في هذه المرحلة هو تأسيس لبنية ورؤى مستقبلية نطمح أن تكون هنالك مؤسسة للإنتاج البرامجي المشترك ما بين تلك الدول ويعبر حدود تلك الدول الأربعة ليشمل الوطن العربي بأكمله، لتقديم رؤية وقضايا إعلامية خاصة وعامة مشتركة بين تلك الدول.
أهلا وسهلا فيكم من جديد معكم متابعينا مشاهدينا من خلال متابعتكم عبر شاشة التلفزيون الفلسطيني والأردني والمصري والعراقي وبرنامج بيت للكل. وحديثنا اليوم من خلال حلقة خاصة وحصاد عن حلقات بيت للكل في سنة 2021. تحدثنا في كل القطاعات وكان للمرأة نصيب من خلال عدة حلقات، ولما كان الموضوع يكون عنوانه المرأة العربية اللي بنفتخر وبنعتز بكل ما قدمته وإن شاء الله تستمر بالعمل والعطاء والإنجاز دائما، كانت ياسمين وشافكي يكون لهم دور الأكثر بالحديث. شو رأيك شافكي؟ طبعا كده بمثلة المرأة. يعني أولا بص أنا سعيدة جدا لأنه المرأة العربية بجد يعني هي نموذج يعني في العالم العربي يحتذى به. فرصة برنامج بيت للكل إن إحنا قدرنا كلنا نشوف المرأة في الأردن بنموذج رائع، نشوف المرأة في فلسطين كوزيرة ونموذج رائع، نشوف المرأة أيضا من خلال تقارير في العراق، نشوف المرأة في مصر طبعا كنموذج وتميزت مبدع ورائع. يعني الحقيقة دي كانت فكرة، عادة أنت وإحنا كلنا بنشتغل كل واحد في بلاده ليه شغل في تلفزيون بلده، ولكن هي فكرة أن أنت بتشوف نماذج بقى في العالم العربي صحيح. وبيبقى صح. في بينك وبينها حوار وحديث، قصص نجاح مميزه، سعداء جدا صحيح. من النماذج العربيه. كمان انا لازم هون شهاده لحازم ولاحمد، في اكثر من حلقه احنا تحدثنا عن موضوع المراه وكانوا هم جنتل في اعطاء المراه حقها ودورها وحتى في الكلام الجميل عن المراه. فيعني هذا اللي بيؤدي لانه بالفعل المراه هي سند الرجل وهي عضده صحيح. وكل بنفتخر في كل احنا بنفتخر حاجه خلاص. هذا اللي يتحدثون به رغم المجتمعات الشرقيه مجتمعات ذكوريه، لكن احترام المراه العربيه واجب دائما. المراه العربيه بصوره عامه هي الام، هي الاخت، هي الزوجه، هي الصديقه، هي الزميله، ومواقفهم المشرفه في كل البلدان العربيه هاي الظروف اللي مر بها الاستثنائيين تشاهد المراه العربيه تقف وقفه حقيقيه كوقفه الرجال. فمن خلال النماذج اللي استضافناها في برنامج بيت للكل راح نسلط من خلال هذا التقرير على النماذج الحقيقية للمرأة العربية، بعدها نكون متواصلين. المرأة الفلسطينية طول عمرها إلها دورها بالنضال مثلها مثل الرجل، ففي إلنا دور إحنا كنساء موجودين على أرض الواقع يعني من أيام ستي وسيدي، ودور رئيسي عندنا للمرأة. هلأ المهم في هذا الجانب إنه أنا كامرأة إنه أدي مهم دوري بتنمية مجتمعي، وهذا الجانب كتير مهم. إيماننا إحنا كنساء أولاً قبل المجتمع، طبعاً أنا بأكد إنه المجتمع هو تحدي بحد ذاته ليس فقط في فلسطين وإنما أيضاً بالمنطقة العربية، ولكن بداية ببدأ بحالي أنا بنفسي أنا بإيماني بذاتي كيف ممكن يكون إلي دور بتنمية مجتمعي. لما رحت على مثل النساء الأردنيات بهيئة الأمم المتحدة كان بدعم من جلالة الملكة، فبتحس بالاهتمام بالتعليم، الاهتمام بالتطور، التواجد النسائي اللي عم بيزيد حاليا في الحكومة في الوزارات، التخصصات الصعبة اللي برضو زي ما حكينا تعتبر نوعا ما فيها طابع ذكوري. بتمنى ان يكون في اهتمام اكثر بزياده التواجد النسائي، زياده انه احنا بنحكي بدنا تواجد نسائي بس كمان بدنا اهتمام بطبع عشان المراه تكون بالعمل ايش بينقصها. الحركات النسائيه اللي بدات من سنه 95 لما صار مؤتمر المراه العالم الرابع، وهذا المؤتمر اللي كان يعني خطوه مهمه جدا، يعني اذا بدانا بانه نشوف كيف المسار تبع المراه وكيف ماذا حققت المرأة. أنا بقول دام بأخذ مسطرة 95 أول مؤتمر عالمي عقد للمرأة وخرج منه وثيقة هامة جداً اللي هي منهاج عمل بجين وإعلان بجين، وهذا المنهاج كل دول العالم بدأت تعمل على تنفيذه ووضع الخطط والاستراتيجيات. فهوني بلشت العمل على ضروري إحنا تكون المرأة موجودة. هلأ كل دولة من الدول تفتخر إنه هي عندها 7 وزيرات مثلاً كما موجود مثلاً في مصر. طبعاً كل امرأة مسكت حقيبة وزارية معينة مسكتها بناحيتين كفاءة وتحدي. كفاءة هي كانت كفء اللي ما أوكل إليها وكلفت بيه فأدت بشكل قوي جداً. بتحدي بقى كان علشان النقطة اللي انت بتقوليها إن كانت بعض المهام القيادية حكرة على الرجال، فلما تقلدتها امرأة ما
بقت عايزه تثبت ان لا، المراه قادره تستطيع تؤدي ومميزة بكفاءة كمان. ومميزه في هذا الاداء. مشاهدينا رجعنا لكم من جديد بعد الحديث عن المرأة وخصوصية المرأة في فلسطين كمان، والكلمات الجميلة اللي حدثنا فيها زملائنا بعد زيارتهم لفلسطين. بذكر شافكي وأنا حاولت أنه ألقط فلسطين من جديد بعيونكم في زيارتكم لفلسطين. شافكي وحازم، وإن شاء الله أحمد تنضم لنا في رحلة قادمة لفلسطين، خلوني أعيد النظر في شعبي وفي بلدي وفي وطني، لأنه من أسوأ إشي ممكن يحدث للإنسان إنه يعتاد المشهد. شفت من جديد أرضي بعيونكم لما شافكي حكت جملة أنا لا يمكن أنساها، إنه أنا رحت لقيت شعب حر ولقيت المحتل ده واقع في سجن هذا الشعب، إنه هو متبع له على الدعسة، متبع له أحلامه ومتبع له أفكاره وابتسامته، فهو اللي علقان في هذا الشعب. وحازم لما حكى عن فلسطين بعيدة عن الاحتلال، فلسطين بشعبها بتطورها ببنائها بجامعاتها، فشكراً لكم للصورة الجميلة اللي نقلتوها عن بلدي من بيت لحم، من رام الله، من نابلس. يعني احنا كنا لما نحكي عن زيارة فلسطين والمحافظات الفلسطينية في البداية يمكن دائماً بحكي، كان أنا شافكي وأحمد، عن العلاقة المميزة الأخوية ما بين الأردن وفلسطين، ما بين مصر وفلسطين، ما بين العراق وفلسطين، وخصوصية هذه العلاقة، وزي ما حكينا العلاقة زي ما حكينا في بداية البرنامج. لكن أيضا هناك قصص نجاح، بصمات للرجال، للسيدات، للشباب الفلسطيني وبكل القطاعات، فهذا شيء شفناه على أرض الواقع، وتابعنا أيضا جهد كبير يبذل على الأرض أيضا من أجل المزيد من التنمية، من أجل من المزيد من الخدمات التي تقدم للشعب الفلسطيني في فلسطين. أنا بقى يعني حكايتي مع فلسطين حكاية كده كلها حب بجد، يعني من أول ما دخلنا أريحة وأنا بدأت أغني فيروز، لأنه الواحد تربى على القضية الفلسطينية، وبدأت كده أغنيها ومنفصلة في الأتوبيس عن الناس، وأنا بأشاهد المكان اللي تربيت طول عمري، وأنا أكتب موضوع تعبير عن القضية الفلسطينية. حد ما دخلنا رام الله أنا طول الوقت منبهرة، يعني أنا لفيت العالم الغربي كله وأمريكا، فحسيت بلد جميلة وشعب جميل، شعب هادئ رغم كل الفدائية والثورة اللي موجودة في القلوب، شعب جميل. أنا ما بنساش كمان حازم كمية الترحيب، كمية الود، كمية المشاعر، وكمان لقاء الرئيس العظيم محمود عباس، لقاء مع البرنامج كان لقاء ود لبرنامج موجود على شاشاتنا الإعلامية المختلفة، وكمان برنامج فيه ود لأننا زرنا فلسطين. فأنا فاكرة أنه اللقاء ده حقيقة كان لقاء جميل يعني وعظيم. قالوا أنه من الممكن أن تخسر فلسطين قدمها، لكن بزيارتكم وفي بيت للكل عرفنا أن لفلسطين ملايين الأقدام التي تسير بها نحو الحرية كده والأمان. يعني مش شوقنا أحمد، نحن عزبناك، شوقتوني على مشاهد عظيمة في فلسطين. بصراحة البلدان اللي تعاني، مثلا ماكو بلد عانى مثل فلسطين، تربينا من إحنا أطفال نعرف أكو معاناة شعب يقاوم ويصارع الحياة من أجل البقاء في ظل ظروف وجود عدو غاشم يفرض سيطرته بالبطش والعداء والقتل والتهجير والترويع، لكن هذا الشعب القوي من رحم المعاناة يخرج المبدعين على كل الصعيد الثقافية والفنية والرياضية والإبداعية. خير سفير كانت في برنامج بيت للكل ياسمين، سفيرة لبلدها بكل الجمل اللي تحملها، تحمل معاناة وعمق الشعب الفلسطيني، هذا البلد اللي حتى القرآن الكريم في مخاطبته قال للرسول صلى الله عليه وآله، قال بأن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذه الأرض المباركة من الله سبحانه وتعالى، لازم يجي يوم وتنتصر، لازم يجي يوم وأبنائها يحرروها بسواعدهم ويحرروها من المحتل، وتعود فلسطين الحرة العربية. بما أنه تشوقتوني خلونا نتابع رحلتكم إلى فلسطين وبعدها نكون متواصلين. هنا تسكن الروح والقدس على مرمى حجر، هنا البداية والنهاية والقصيدة والوتر، وهنا بلاد الله فلسطين، المواسم
والحكايات المعمدة بالصبر والصلاة. فلسطين موجودة في النبض العربي، موجودة في القلوب، فلسطين الأحرار، فلسطين الأقصى. من ساحة كنيسة المهد الأقدم في العالم التي حوصرت لكنها بقيت صامدة صابرة، وصوت عيسى عليه السلام نبي الله وكلمته الذي منذ ميلاده ولازلنا نعيش ملحمة التحدي والأمل، مستنيرين بإيمانه، مستنيرين بصبره على النوائب، مستنيرين بإعلائه لكلمة السلام ومقولته كنهج إنساني لا خيار ثان بعده. من فلسطين، من بيت للكل، لازلنا أوفياء للكلمة والمعنى والوحدة والسلام. جسور العلاقة الفلسطينية العربية مرتبطة بالدين، العرب بمسلميهم ومسيحييهم مرتبطين بفلسطين، العرب بتاريخهم مرتبط بفلسطين، من أبونا إبراهيم الخليل إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالإسراء والمعراج، عبورا بسيدنا المسيح عليه السلام ببيت لحم. بالبعد الديني، بالجسر الديني بيننا وبين العرب فلسطين حاضرة، بالبعد الجغرافي بيننا وبين العرب فلسطين حاضرة، بالبعد التاريخي فلسطين حاضرة. الوجدان العربي حي، الوجدان العربي غاضب من أجل فلسطين، والوجدان العربي سيبقى حي ويحمل فلسطين على أكفه، لأنه هذه قضية العرب المركزي. الوجدان العربي يستقر عندما يستقر الحال بفلسطين. سنبقى مستفزين مستنفزين إلى أن يستقر هذا الحال، تعيش فلسطين حرة عربية تكمل دائرة الحال العربي الكل. أجمل ما في بيت للكل إنه تعلمنا إذا أصاب مصر مكروه نزف العالم العربي، وإذا أصيبت العراق نزف العالم حضارة، وإذا أصيبت الأردن نزفنا كرامة، وأنه إذا بقي الجرح الفلسطيني مفتوحاً لن نصل يوماً إلى الحرية. في بيت للكل كل يوم عم نتعلم إن إيد بإيد وصوت واحد وعضد واحد لنوصل للمكان الصح. عن برنامجنا عن بيت للكل بحكي الناقد المصري وبلخص لنا هالرحلة، خلينا نتابع. تجربة بيت للكل يعني كانت يعني سد الفراغ، استمر لسنين طويلة بعد انفصال الإعلام العربي عن بعضه البعض، لكن التلفزيون المصري في شكله الجديد قدر ان هو يسد هذا الفراغ، وكانت الفكرة فعلا فكرة لافتة، وفكرة الأربع دول كمان الأردن وفلسطين والعراق بتقول ان ان شاء الله تبقى كمان مجرد بداية، ويبقى في اكتر من هذه الدول. فكرة انه الجمهور العربي يرجع تاني يشوف نفس المحتوى ويتفاعل مع بعضه البعض، والمهم كمان وده هنقوله اكتر بالتفاصيل انه القضايا العربية قضايا واحدة، همومنا واحدة، وده بيبان من الاستعراض اللي حصل في الافكار والقضايا اللي حصلت على مدار الاسابيع والشهور اللي البرنامج اتعرض فيها. بشكل عام التلفزيون المصري دائما هو السباق نحو الوحدة العربية والقومية العربية، ودور الإعلام مهم جدا في هذا الإطار، إنه يقدر إن هو يخلي الجمهور العربي يتابع محتوى يهم الشارع العربي بدون انفصال، بدون البقاء في شكل الجزر المنعزلة. وأعتقد إنه بيت للكل في موسمه الأول أو في عامه الأول قدر يحقق ده إلى شكل كبير، وننتظر منه كمان المزيد في السنوات المقبلة. قديش بنكون فخورين لما بنسمع مثل هذا الكلام عن الجهد المبذول في برنامج بيت للكل، ويمكن عم نتحدث عن العديد من الحلقات اللي كان لها دور في الانحياز لكل ما هو جميل وإيجابي وقصص نجاح مميزة. تحدثنا عن المرأة، تحدثنا عن الرجل العربي، تحدثنا عن الشباب العربي المبدع الريادي المميز اللي هم بنات المستقبل، ويمكن لهم دور كثير مهم، وكان لهم استضافات إن كان بالاستوديو أو من خلال التقارير يعني في حلقات بيت للكل. أكيد أنا بتصور كمان إنه برنامج بيت للكل يعني إحنا بنخاطب الشباب العربي، ويمكن في حلقات زي الثانوية العامة الأمنيات والنجاح والدرجات
في أي بلد من بلداننا العربية كنت تحس إن الشباب متقارب، يعني عنده نفس الأحساس. كمان عملنا حلقة عن سوق العمل، وأعتقد دي برضو من الحلقات اللي كانت مهمة، لأنك برضو بتساعدهم إنه نفكر مع بعض عربيا سوق العمل العربي، يعني ممكن نبقى محتاجين إيه ونساعد بعض إزاي. يعني أعتقد إنها من الحاجات اللي كانت كويسة. صحيح، وحتى يمكن الشباب اليوم من خلال انتشار السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي إلهم كل واحد قصة ودور مهم بوصل رسالته بطريقته الخاصة، هذا شيء مهم اللي كان لنا دور بمخاطبتهم من خلال أيضا هذه الوسائل. ياسمين وأحمد هادين جدا في الفقرة دي. لا بس ياسمين وأحمد خاطبوهم أيضا من خلال السوشيال ميديا. مش صحيح. زعلانين هاي الفقرة. عشان ما كلمناش. إحنا ملناش دور في هذا. إحنا ما معتبرين من ضمن الشباب. لا. إحنا ختيارة البيت للكل. حاسبين هالختيار يا حاسبين. دي من الحاجات الحلوة، وعايزة أقول لمشاهدينا الحلقة دي تحديدا من غير سكريبت. صحيح احنا معانا ورق، بس الورق بس عشان ترتيب الفقرات، لكن احنا بنحاول نكلمكم دايما بطبيعتنا واللي حصل في البرنامج حقيقي. دلوقتي انا هفكركم مرة دي، انا اللي هقول التقرير بعد اذنك. كل التقارير. انا هفكركم نروح كده لتقرير ونشوف كمان يعني قدمنا ايه في التقرير عن الشباب وسوق العمل والثانوية العامة. تعالوا نتابع هذا التقرير عن شبابنا في دولنا العربية. الشباب بصفة عامة ممكن نقسمه لشريحتين. الشريحة الأولى هي شريحة الثانوية العامة أو شريحة الدراسة في الثانوية العامة والكلية. تمام. ودول أنا بقول لهم رسالة مباشرة وصريحة وواضحة. الكلية اللي أنت دخلت فيها هتؤهلك، اللي أنت خلاص استقرينا في الآخر عليها، صرف النظر كانت اختيارك الأول أو ما تم الوصول إليه يعني. أنا بقول لو اشتغل على نفسك، ادي نفسك كورسات، اعرف سوق العمل صح بيستهدف ان الخريج ده يكون ايه الشهادات اللي حاصل عليها ويجيد ايه المهارات المطلوبه انها تكون موجوده فيه، واشتغل على نفسك كويس جدا علشان لما نوصل لمرحله انك خريج حديث التخرج تبقى بكميه الكورسات وبكميه المهارات اللي انت اصبحت مكتسبها واشتغلت بيها على نفسك خلال فتره الدراسه، انت اصبحت مطلب لسوق العمل علشان مهاراتك دي. جائزة ستيفي أوردز هي جائزة لقطاع الأعمال للإمبلويز أورلد وايد. أنا خدت المركز الثاني في كاتيجوري فيميل إمبلوي أوف 2020 اللي هي أفضل موظفة في 2020 في قطاع الأعمال في صناعة السيارات. بحكم شغلي اللي هو اللي أنا فيه اللي هو شركة عالمية لصناعة السيارات، بنوطن بعض قطع الغيار علشان نحولها من ان هي تكون قطعة غيار نجيبها من برة، انما هتبقى قطعة غيار محلية تتصمم وتتصنع في مصر عن طريق خدمات حاجة اسمها الهندسة العكسية. كنت جالس في جلسة ولقيت حدا بيشرح ارقام بأحد المزودين الخدمة الكبار بفرنسا وبيحكي أنه صناعة الألعاب الإلكترونية بالسنوات القادمة حتنمو بهذا النمو. قلت ألعاب أنا، تكنولوجيا أنا، لازم أكون جزء منها. فكان في تشجيع كتير في أوروبا بهذاك الوقت للتكنولوجيا، بس كان عندي إحساسي الداخلي أنه معادلتي شان تنجح لازم أرجع على الأردن أعمل فريق العمل تاعي. ما حقدر أحكي بهالشغف وبهالعشق تاعي للي بدي أعمله مع شخص ما عاشرته كفاية. فتوجهت رجعت على الأردن وأسست الشركة. فمصدر قوتي هو الناس اللي حوالي اللي فهمانيني، الناس اللي بيفهموا كيف غضبي، إمتى لما أغضب، لما أفرح بيفرحوا معي. وطبعا اليوم كبر الفريق وصار عندنا ناس من جنسيات مختلفة، بس هاي مصدر قوتي الناس. دعمكم تشجيعكم كان بالنسبة لي شيء كثير مهم، ومبسوط وفخور اني اكون اول رياضي عربي بيفوز بميداليه في رياضه الكاراتيه على مستوى الاولمبياد. بدايه يعني الانجاز كان بالنسبه لي انجاز مميز، كونه كان يعني لاول مره كانت رياضه الكاراتيه بتدخل في الاولمبياد، فيعني كان الطموح ويعني والاستعدادات انه احنا كيف نجيب ميداليه. طبعا رياضه الكاراتيه هي رياضه مميزه على المستوى العربي، والحمد لله رب العالمين يعني انا فخور اني قدرت امثل بلدي واكون يعني اول عربي بفوز بهاي الميداليه في الاولمبياد.
راجعين مشاهدينا ومتواصلين لإكمال فقرات برنامج بيت الكل. اليوم محتفين في كل بلداننا اللي زرناها. حقيقة راح نتحدث عن الأردن وخصوصيتها بما أننا زرناها بأوقات ثانية. حازم شنو رأيك بالزيارة مع الأردن؟ الأمور تمام، كنا سعيدين وفخورين بوجودكم أيضا بالأردن، ويمكن كان في تصوير في أماكن رائعة وجرش صرح الشهيد، وإن شاء الله بال 2022 نكون في أكثر من أماكن سياحية وسط وشمال وجنوب، واللي بدكم إياه يعني ياسمين نفسها تروح بترة، البترة العقبة ضروري جرش الأماكن كلها، بحر الميت كمان أخفض. بس برضو خلينا نقول إنه بجد أهلنا في الأردن الاستقبال والحفاوة والكرم، والكرم بقى بتاع حازم وكاثي، يعني الحقيقة كان احتواء عظيم. أهلا وسهلا فيكم دائما، بسبب راحة فيكم في كل سبب حازم وخير معزبين. بسبب حازم زاد وزننا 5 كيلوات، يعني رجعنا سوينا رياضة ورجيم وكل من للجمرة. حقيقة أجمل ما في الأردن من وصلنا وصورنا وسجلنا الحلقات كان الذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية. هذا الاحتفال الواسع اللي شاهدنا به حقيقة الأردن وجمالها، موسيقاها، عزفها، عسكرتها، طبيعتها ومناطقها حتى الشمالية. من أخذونا يمكن في أحد الطرق اللي كان مطل على فلسطين اللي كانت مدينة الصلب شارسة، حقيقة منظر جميل جدا. صحيح، فيعني يمكن فخورين بكل اللي حكيته أحمد من خلال البصمة المميزة للأردنيين في الترويج السياحي في الأماكن السياحية في الكرم، وهذا شيء زي ما هو موجود في الأردن موجود في مختلف الدول العربية، في مصر، في فلسطين، في العراق، وفخورين بكل هذا الرسالة اللي وصلت أيضا من خلال بيت للكل عن الأردن بشكل خاص، وأيضا عن الدول العربية اللي احنا دائما فخورين انه نتواجد فيها دائما. واجملها كان مهرجان جرش اللي حضرنا به حضره وكل النخب العربية والنجوم العرب من خلال هذا المهرجان اللي صار لسنوات طوال، يعني حقيقة دائما كل سنة نتفاجئ بالاسماء المهمة اللي تصعد على مسرح جرش، بالاضافة للمدرج الروماني اللي يحضر به جمهور عظيم من الاردن وباقي البلدان العربية. بما انه احنا صار عندنا تشوقنا عن قضية الاردن وزيارتها، خلينا نتابع ادق التفاصيل في هذا الرحلة وبعدين نكون متواصلين. تحديد في العاصمة الحبيبة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية، ومن هذا المكان جبل القلعة المطل على جبال عمان السبعة والمطل أيضا على المدرج الروماني. من صرح الشهيد وساحة الشهداء يرفرف 3088 علم بعبروا عن شهداء قواتنا المسلحة الأردنية على تراب هذه الأرض الطهور وأسوار القدس. من هنا من الأردن يا هلا ويا مرحبا فيكم، أهلا وسهلا فيكم بالمملكة الأردنية الهاشمية. أهلا وسهلا بكم من مدرجات جرش، تسمعون الآن للموسيقى والملتقى الثقافي والغناء والفرق الموسيقية. عم يسألوا عليك كانوا يشوفونا سوا، شو تخبر لك يا ناس ويا ربي للهوى نوجه رسالة لكل العالم ولكل الأردنيين. إحنا هدفنا في هذا المهرجان إنه يعود الفرح، تعود السعادة لكل بيوت الأردنيين وكل الأشقاء الزوار للمهرجان، بقدر ما بنقدر إنه نرجع الأوضاع زي ما كانت ما قبل جائحة كورونا، وإن شاء الله نقدر نكون قدها ونرجع الفرح لكل البيوت. مستمرين معكم متابعينا ومشاهدينا، يمكن تحدثنا عن أجواء تصوير بيت للكل في مصر، في القاهرة، في أم الدنيا، وتحدثنا أيضا عن زيارة فلسطين، تحدثنا عن حلقات صورناها في الأردن، وأيضا نتحدث عن العراق وهذه الزيارة الجميلة المميزة، تعرفنا على شعب عظيم أيضا عند زيارته وكرم الضيافة، وهذه الحلقة المميزة اللي تحدثنا فيها عن مشهد إعلامي ثقافي مهم، زرنا العديد من الأماكن المميزة. يمكن لما نتحدث عن شارع المتنبي، هذا الشارع العظيم والحضارات العظيمة اللي مرت على بغداد، وكل هذا من خلال مشهد جميل وحلقة رائعة كانت من خلال ضيوفها وتقاريرها من بيت للكل. خلينا نشوف هذا التقرير عن
زيارة العراق ثم نتابع. خليكم معنا. أهلا بكم في هذا المكان اللي يعد رمزا عراقيا ورمزا عربيا ورمزا عالميا إنسانيا للتضحية بأسمى معانيها. وأرحب في هذه الحلقة من برنامج بيت للكل بإخوتي وزملائي من الدول العربية المقدمين. العراق حضارة عاشت سنين وسنين، كتب عنها الغرب وتأثر بها كثيرا الغرب. الأطفال يدرسون في أوروبا ألف ليلة وليلة حكايات هارون الرشيد والقصة، ويحكون عن بغداد وده في أوروبا، فما بالك بقى بعالمنا العربي الذي يعرف بغداد. بغداد اللي بناها أبو جعفر المنصور، ولما حط اسم بغداد كان فيه أسماء تانية، مدينة الزوراء، مدينة السلام، وطبعا بغداد هو الاسم اللي تم الاستقرار عليه. من بغداد الحلوة ودجلة يا عمان، جبنا لك بيدينا ورود أشكال ألوان. الله. من كل بيت وحارة هدية، بوسة وتمرة من البرحية. الله. على الحلوة وعلى المرة نظل الكل إخوان. يا عمان يا عمان ويا جيشتنا الوطني الواحد، حبك بدمنا وهذا التاريخ أكبر شاهد. من تبكي طفلة ببغداد كل عمان تعوف الزاد، يا هلا ويا مرحبا. واليوم اجينا لنصب زادنا في بلادنا بين النهرين، من القاهرة والأردن ومصر، بلادنا بين الحبين وبلادنا بين القلبين، العراق العراقة. هناك بلدان عملت معا منذ أشهر على مستوى الرئاسات، وأعتقد أن هناك خططا لإنجاز بعض المشاريع التي لها صلة في الاقتصاد. نحن في وزارة الثقافة وفي مؤسسات حكومية أخرى تحاول أن تلتحق بهذه المحاولة التي تجمع هذه البلدان، على سبيل المثال العراق ومصر والأردن، وأيضا هناك انفتاح على بلدان الخليج العربي كما تعلمون، في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات العربية المتحدة. هذا النوع من الانفتاح الجديد للعراق خصيصا يعد سابقة في العلاقات العربية العربية. المنشود منها هو تقوية الصلات بطبيعة الحال، العبور على أزمات كانت مستحكمة وتؤثر على اقتصادنا على ثقافتنا، ولذلك الآن هناك فسحة كبيرة للتعاون والعمل المشترك بحيث نصنع اقتصاد جديد. مشاهدينا ارجعنا لكم من جديد. هالمرة خلينا نروح لرحلة ساحرة إلى الأردن، الأردن الحبيب، شق الروح وتوأمة فلسطين. كنا نتمنى كمان يمتد بيت للكل لدول كتيرة في الوطن العربي، وإن شاء الله ما بيوقف عند حدود دولنا الأربعة، لأن صوت كل عربي حر. نتمنى يشاركنا في هالبيت اللي صنع خصيصاً بالحب والمحبة. خلونا نشوف رأي الكاتبة الصحفية نيفين عبد الهادي، بعدها نرجع لنكمل هذا الحصاد. لا شك أن بيت للكل هو عبارة عن علامة فارقة في العمل الإعلامي العربي المشترك، شكل ظاهرة إعلامية إن ونحن بذلك لا نجافي الواقع والحقيقة، وشكل خلينا نقول ميكس عربي بين أربع دول تعتبر من الدول القيادية، سواء كان في العمل الإعلامي أو في العمل السياسي أو حتى في العمل الثقافي والفني. فنحن اليوم نتحدث عن برنامج بحجم عطاء وتعاون عربي لا يمكن إسقاطه من الإنجازات العربية التي شهدها المشهد الإعلامي العربي بشكل عام خلال هذا العام. البرنامج تضمن الكثير من المواد الثرية والهامة جدا في الشارع العربي بشكل عام، وفي الشارع لهذه الدول، الشارع المحلي خلينا نقول في هذه الدول الأربع. نعم، هو برنامج زي ما قلت بحجم أن يطلق عليه، هو علامة مميزة في التعاون العربي ونموذج يحتذى. يعني ريت يكون في نوع من مثل هذه الشراكات في أكثر من مجال إعلامي عربي. يميز العمل الإعلامي بشكل عام هو الميدان، وعندما الميدان هو الأكثر صدقا في نقل المعلومة ونقل الحقيقة ونقل الواقع كما هو.
حقيقة عرضت كثير من الحلقات في برنامج بيت للكل، كانت القضايا مهمة، قضية دعم فلسطين في كثير من الحلقات، بالإضافة إلى في العراق دعم دول الجوار، بالإضافة إلى زيارة ولي العهد الأردني إلى القاهرة. كان الحراك السياسي على مستوى القادة كبير لدعم كل البلدان على جميع الأصعدة. خلونا نتابع هذا التقرير وبعدها نكون متواصلين. في حضرة مصر والعراق والأردن الدول الشقيقة، ويعني باسم فلسطين ننحني إجلالا وإكبارا لتضحيات هذه الدول الشقيقة من أجل فلسطين، دفاعا عن فلسطين. وحينما نتحدث عن مصر، مصر قدمت الشهداء والجرحى والأسرى ولها شواهد تاريخية كثيرة في الدفاع عن فلسطين. وأيضا حينما نتحدث عن العراق، فالعراق الشقيق وهناك مقبرة شهداء الجيش العراقي في جنين تشهد على هذه المشاركة العربية القومية الرائعة الكبيرة. وأيضا حينما نتحدث عن الأردن الشقيق جار فلسطين، فإنه أيضا شارك في الدفاع عن فلسطين وقدم الشهداء وقدم الجرحى وقدم الأسرى. ونحن دوما نتذكر ولا ننسى مشاركة الجيش الأردني في معركة الكرامة. يعني أيضا نشكر العراق الشقيق وفخامة الرئيس برهان صالح ورئيس الحكومة على كل ما قاموا به من اتصالات وما اتخذوه من إجراءات لنصرة القدس ونصرة الشعب الفلسطيني. الأمة العربية، الجيش العربي، الإخوان الفلسطينيين، الأمة العربية جميعا قدموا الشهداء في الدفاع عن حي الشيخ جراح. وهناك معارك، يجب أن نتذكر هذا التاريخ، أن هناك معارك وهناك شهداء قدمناهم من عام 1948 إلى يومنا هذا في الصراع على منطقة الشيخ جراح بالذات. جميعنا في الدول العربية أعتقد أصدرنا بيانات إدانة، وجميعنا تحدثنا أن هذه جريمة حرب بكل المقاييس، تهجير مواطنين من أرضهم وتهجير ناس من أرضهم، تغيير الوضع القائم. هذه أيضا جريمة ترتكب في حق المقدسات، في حق فلسطين التي هي كما كنا نتحدث دائما وتتحدثون جميعا أن قضية فلسطين هي قضية العرب وقضية المسلمين جميعا. الحقيقة أنا تشرفت أن أنا كنت ضمن وفد من نواب البرلمان المصري، أعضاء مجلسي الشيوخ ومجلس النواب، على رأس هدية الرئيس للشعب الفلسطيني عشان نودي أطنان من المساعدات والمواد الإغاثة، لأن زي ما حضراتكم عارفين منذ بدء الاعتداءات في حصار على القطاع بالتحديد، وأصبح في تدني واحتياج شديد لبعض المواد الأساسية ومواد العاش اللي كان بيعاني منها إخواتنا هناك. طبعا هذه القافلة تضمنت مواد غذائية، تضمنت مواد إغاثة، مواد عاجلة، والحقيقة كان الهدف من إن احنا نطلع بهذه القافلة لكي نخرج من عباءة الشعارات الفارغة ونبقى موجودين بأنفسنا، نبعث برسالة إلى إخواتنا في فلسطين إننا بنسندهم ومؤمنين بقضية الصمود الاجتماعي اللي بيضرب بيه المثل الشعب الفلسطيني، وقد إيه إحنا بنسندهم في هذه المحنة. في اللقاء الذي جمع سمو الأمير مع فخامة الرئيس كان هناك توافق تام على القضايا السياسية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وعدالة هذه القضية وضرورة إعادة عملية السلام وعلى أسس قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران. هذا أساس ومبدئي لا يحيد عنه أي دولة عربية. يطيب لي باسم شعب العراق الترحيب بكم في بغداد السلام والتاريخ والمستقبل، ومقدر لكم هذه المشاركة العزيزة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. هنا نعرب عن شكرنا ودعمنا لجهود الحكومة العراقية خلال السنوات الماضية في مكافحة التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى مساعيها في إعادة الإعمار وتعزيز وحدة واستقرار العراق الشقيق. ولا بد من التأكيد على أن أمن واستقرار العراق هو من أمننا واستقرارنا جميعا. أيها الشعب العظيم، يستحق العراق بكم المكانة الرفيعة، يستحق العراق بكم الرقي والتطور والاستقرار والأمان والسلام. المكان بغداد،
عاصمة الحضارة القديمة، عاصمة الثقافة العريقة، دولة هي عمق الجناح الشرقي للمنطقة العربية. النتائج مؤكد أنها تعبر عن عودة ركيزة رئيسية للأمن القومي العربي، فاعل مهم جدا في المحيط الإقليمي. من خلال ما شاهدناه ونشاهده في حلقة بيت للكل الخاصة البانوراما عن أهم الأحداث والضيوف والحلقات اللي كانت سنة 2021، وإن شاء الله مستمرين معكم بال 2022 وننحاز لكل ما هو جميل ومبدع وريادي في بلداننا والمشاهد العربي المتابع من كل مكان لبرنامج بيت للكل. استمعنا لرأي من العراق، لرأي من الأردن، لرأي من مصر عن برنامج بيت للكل. رح نستمع الآن لرأي من فلسطين ثم نتابع حوارنا، خليكم معنا. يعني وجود تعاون إعلامي بين عدة دول وعدة فضائيات وشبكات إعلامية بالنهاية هذا بيعني أنه في محتوى حيتعمم، حيصبح متداول على عدة فضائيات، وبالتالي سيستهدف جمهور أوسع. في السياق الفلسطيني هذا بفيدنا كثير بأنه الناس عم تطلع على تفاصيل وحيثيات للقضية الفلسطينية، مش بس التفاصيل اليومية اللي احنا متعودين نشوفها على الفضائيات، التفاصيل اليومية المتعلقة بالقتل، بالموت، بالوفيات، بالإصابات، كمان في حياة عند الشعب الفلسطيني هذه تستحق أن يتم تغطيتها. في الاختلاف في المضامين طبيعي، مبنية على عادات الناس، على ثقافتهم، على بنية هاي المجتمعات، ولكن المهم باعتقادي هو إتاحة المجال للناس للاطلاع، أنه أنت بتخلي الناس يتطلعوا على هذا المحتوى، وبالتالي أنت لما بتبثه على أكثر من وسيلة إعلام تضمن أنه أوسع قاعدة ممكن تشاهد هذا المحتوى. المضمون من جديد، لما بنحكي عن مضمون مش إخباري، بنحكي عن مضمون ثقافي، عادات وتقاليد، تجارب وخبرات، عادات ناس، سلوكيات، مواقف غير اعتيادية. أظن أنه هذا قلما يكون أو قلما يقدم عن الحالة الفلسطينية في الفضائيات العربية. حوارنا في بيت للكل في هاي الحلقة كان مختلف، أكدنا أنه في كل حلقة بنبني المجد من العراق ومصر، وإذا ما ارتفعت الأمواج نتقاسم الحمل الثقيل كفلسطين والأردن. مستمرين في العام الجديد ونتمنى يكون عام خير وسعادة وسكينة ومحبة على كل الوطن العربي. إذن مثل ما قلت يا ياسمين، أهم الدعوات حقيقة هي الأمان والسلام لكل البلدان العربية. وصلنا إلى مسك ختام حلقة لكن في عام انتهى، إن شاء الله ينتهي بكل الأشياء السلبية اللي مرت به وتبقى الذكريات الجميلة والطيبة على كل البلدان العربية. الأمنيات واحدة لكل الشعوب العربية، إن شاء الله الأمن والسلام، كل عام وانتم بخير. أكيد فخور أنا وإنتم شباب إنه إحنا كنا من جزء ومشروع ناجح زي ما سمعنا من كل اللي كان لهم رأي في هذا البرنامج بسنة 2021، وإن شاء الله بيستمر هذا النجاح، وفخورين بكل من يعمل يد واحدة من أجل المصلحة العربية العليا دائما. فخور في الأردن، فخور في فلسطين، فخور في العراق، في مصر وفي كل الدول العربية اللي هدفها دائما أن نكون يد واحدة وأن نمضي أكثر وأكثر إلى الإيجابية والمستقبل المشرق. إن شاء الله كل عام والجميع بألف خير. أنا بدوري أولا بقول لكم جميعا زملائي الأعزاء اللي بحبهم بجد من كل قلبي، كل سنة وانتم طيبين، وأنا شخصياً تشرفت إن أنا اشتغلت معاكم، واشتغلنا كلنا مع بعض في حلم وفكرة حلوة. الفكرة الحلوة دي مش بس إحنا الأربعة، أو كمان زاد علينا زملائنا كاثي أو الزملاء اللي سبقونا، الفكرة وراها يعني أسماء كبيرة وأسماء مهمة، في فريق للإعداد، في فريق أيضاً للإخراج، في فريق للإنتاج، في السادة المصورين المنورين الاستوديو والإضاءة والديكور والمشرفين عن البرنامج، في ناس، وفي كل مكان في كل بلد زرناها كان في فريق عمل وكأنه هو الفريق اللي بنمتد إليه. كل بلد، العراق، فلسطين، الأردن، لكل الفرق اللي عملت مع بيت للكل ولفريقنا الكبير اللي موجود هنا في القاهرة، بنقول لكم جميعاً كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بخير وبصحة وبسعادة. كل بلد زرناها في البلاد الأربعة كانت بلدنا التاني، لكن بما إني في مصر في استوديوهاتنا هنا بقول لكم مصر دايماً فتح بابها لكل الدول العربية، وفتح بابها وقلوبها وشعبها الطيب بيسلم عليكم وبيقول لكم كل عام وأنتم بألف خير.